أعزائي سيداتي سادتي، مساء الخير. حلقة اليوم سأبدأها بالسؤال التالي: حياة بلا فكر ولا تفكير هل هي ممكنة؟ البعض يرى الحياة مفكرة خطرة ومدمرة لانطلاقة الحياة البريئة من أوثان الفكر ومشكلاته. أود أن أشير بداية إلى المتابعين الأعزاء أن موضوع الحياة والفكر والعلاقة بينهما وهو موضوع واسع فضفاض وشائك أيضا، وكوني أهتم به فسأحاول جاهدا توضيح عناصره الثلاثة، أي الحياة والفكر والعلاقة بينهما. ولذلك فأفضل تقسيم الموضوع إلى ثلاث حلقات، وكل أمل من المتابعين والمتابعات والناظرين والناظرات عبورا والمشاهدين أيضا الصبر والمتابعة الكريمة، مما يشجعني على الاستمرار في المعالجات التي بدأتها منذ أشهر حتى اليوم. الحياة ليست أمرا باطلا، وليست قبض الريح، وليست عبثا ولا صخرة سيزيف، إنها مسألة جادة، وجدنا لكي نعيش الحياة بكل جدارة واقتدار، بكل جدارة واقتدار. وجدنا أيضا الحياة والفكر تضاد أو جدل، وئام أو تناغم، مواجهة أو العلاقة الصعبة. بداية، لا شيء أعظم من الحياة إلا هي. المقدمة طبعا: الحياة مواقف تعريفية متنوعة، مناقشة، فتنة الحياة وجاذبية الوجود، ثم الخاتمة والمرجعيات للاستزادة بالمعرفة. من المواقف القديمة من مسألة الحياة لدينا في الأصل الموقف المادي والمثالي أو الروحي في فهم وتعريف ظاهرة الحياة. فالمادي يرى الحياة تقوم على فكرة التطور الطبيعي من المادة إلى الفكر، وتقدم الروحية ضاحضة الاتصال بين المادة والإنسان أو المادة والروح، أو بمعنى أدق الروح. فالروحاني والمثالي يريان أنه أو أنهما تتذكر ولا ترى أي صلة بين المادة والروح، أو بين المادة والفكر والدماغ. ولكن كما يرى علماء البيولوجيا اليوم بأن الروحانيين والمثاليين هم آخر من يدرك طبيعة الحياة كظاهرة بيولوجية متطورة، وأن الاتصال بين المادة والفكر مباشر يتم في إدراكه في مجرى حياة الدماغ وتفاصيل علوم الأعصاب أيضا إلى آخره. لا أرى من المفيد التغلغل في هذه المواقف المتناحرة حتى اليوم. الآن التعريف: كلمة حياة الجمع حيوات، كلمة متعددة الأوجه تستخدم استخدامات عديدة حسب مجال الكلام ونوعه، فقد تدل على مجمل الأحداث الجارية التي تحدث على الأرض وتتشارك فيها كافة الكائنات الحية، وقد تدل على الفترة التي يحياها كل كائن حي بين ولادته إلى لحظة موته وانقطاعه عن الحياة، عن أي فعالية حية ملحوظة. تستخدم كلمة حياة أيضا لتدل على حياة الكائن الحي الذي يستطيع بفاعليته أن يثبت وجوده وأنه لم يمت بعد. الآن مفهوم الحياة، طبعا مرجع هذه الكلمات هو فيكيبيديا على النت، الشبكة المعلوماتية. أيضا مفهوم الحياة: الحياة في اللغة هي نقيض الموت، وحتى حيوا ويحيى ويحيي ويحيي فهو حي وللجميع بالتجديد، قال ولغة أخرى حية وللجميع حي خفيفة إلى آخره. بعض النظرات ظاهرة الحياة من الكتاب: من يرى أن الحياة على أنها لعبة ولها قواعدها، والمنفذ للقواعد يعيش الحياة الطبيعية في كل مسيرتها قويا وناجحا. ومنهم من يرى الحياة على أنها رواية طويلة مملة، ويرى آخرون أن الحياة الدراما تختلط فيها مشاعر الحب والكراهية والمعقول واللا معقول ومختلف الصعوبات والانكسارات. وكان شكسبير يرى أن الحياة مسرحية، أعجبتنا أم لم تعجبنا،
فلقد دفعنا ثمن التذكرة. وآخرون يرى الحياة كوميديا بشرية وجملة من المشاهد الساخرة والمضحكة، بينما يرى بعض الكتاب أن الحياة رسالة. وأخيرا يراها بعضهم أن الحياة مجموعة هائلة من القوى لا سحرها، الظاهر والباطن. وعند جميع الفلاسفة الحياة مشكلة. إذا نداء الحياة الأكبر هو في الرغبة الجامعة في إرادة العيش. نريد أن نعيش ببساطة. يعني بنظرة عامة جدا يمكن تصنيف البشر في مسألة إرادة العيش إلى فئتين كبيرتين. الأولى صاحبة إرادة العيش الخام، بمعنى عيش الحياة بمستواها الأول، أي الاكتفاء بتلبية الرغبات الجامحة من طيبات الطعام والشراب والجنس وبعض المتع المرافقة. والشريحة الثانية هي صاحبة رسالة في الحياة وخدمة الجنس البشري في مجالات العلم والتكنولوجيا وعلوم الإنسان والفلسفة والفنون العليا ومختلف جوانب الإبداع، إذ أن هذه الشريحة ترسم فكر العالم وبناء الحضارة. الآن مباهج الحياة ما هي؟ لا بد من أن نذكر استكمالا للمسألة الحياتية من ذكر مباهج الحياة، مثل نقطتان: اللعب، الضحك، الفرح، ثم الحب. وهو من مباهج الحياة الدنيا وأفضل طرق التواصل الإنساني. أما من الجانب الآخر لسلبية الحياة فنذكر المخاوف الحياتية. ذكرنا مباهج الحياة، الآن مخاوف الحياة ما هي؟ مثالا أولا مثل الخوف من المرض والشيخوخة والفشل. وهذه النقطة، نقطة الفشل، لدي ملاحظة من جهتي أنا أراها أنها لا أعتبرها من مخاوف الحياة، بل الفشل هو في مفهومه المعاصر الآن هو أول خطوة للنجاح وتحقيق الأهداف. الآن أتابع مخاوف الحياة مثل الخوف من الموت ورهبته لأنه هجوم مخيف ضد البقاء على قيد الحياة. الآن قيم الحياة ما هي ومثلها العليا؟ فقد ذكر موقع بالإنجليزية كثيرا من التفاصيل حول قيم الحياة، لا نجد مبرر هنا لذكرها كلها بالتفاصيل، بل يمكن ذكر القيم بالمفرد والعدد، مثل تحقيق الذات، تحقيق القوة وتأكيدها طوال مسيرة الحياة، تحقيق الرسالة التي ينذر المرء نفسه لتحقيقها في الحياة. ونضيف على قائمة القيم مثل القبول والرضا، التكيف، الوعي، التوازن، الهدوء، التواصل الاجتماعي، الشغف، الإبداع، النظام، التواضع، التعاطف، الوجدان، الحرية والامتنان، السعي نحو تحقيق السعادة، الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية والفكرية والعقلية، حب الابتكار، السعي للمعرفة وتحصيلها طوال مسيرة الحياة، روح القيادة الواعية، الحب السليم أيضا والسكينة، خدمة الآخرين ومساعدتهم، التفكير بحياة الروح، الثقة، فهم الآخرين وحسن السماع، الحكمة والاندهاش. الخلاصة ذكرت إذن هنا أولا تعريف، اثنين مباهج الحياة، ثلاثة مخاوف الحياة. الآن هي أذكر بعض المراجع لأني سأتابع هذه أيضا، هذه المشكلة أيضا مسألة في الحلقات القادمة أو في الحلقتين القادمتين إذا صح التعبير. الآن بالنسبة للمراجع، طبعا لدينا أول شيء دواء المعارف. في ستينات القرن الماضي نشر زكريا إبراهيم كتابه مشكلة الحياة. أيضا ثم أذكر أن إيريك فروم حب الحياة طبعا 2016، وكارل بوبر أيضا في عام 1902 أيضا هو ومات في عام 1994 أيضا له كتاب مساوي يرى أن الحياة بأسرها كلها حلول للمشاكل، كارل بوبر. بالفرنسية أيضا كتاب مارتن غري وعنوانه لفورس دو لا في، قوة الحياة، طبعا 2006.
لا سأختم هذه الحلقة ببعض الصور أأمل أن تكون واضحة وأيضا جلية أمامكم. أولا هذه الصورة، أيضا صورة أخرى وهو أنا أعتبرها رمزية، هذه كيف الحياة أنها تقتل الكتاب أو الفكر. الآن هذه أيضا لوحة جميلة جدا وأحبها فعلا، وهي من عناصر أربعة: الحب، الحياة، الحكمة، السلام. وهي وجدتها على النت أيضا، وهي قريبة طبعا بما أقصده هنا بمشكلة الحياة والفكر والعلاقة بينهم إلى آخره. طيب هذا ما لدي هذا المساء، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة مع التحية.